بأداء رجولي وشخصية البطل فازت لعيبة النادي الأهلي على فيتا كلوب في الكونغو عشان يسهلوا مشوار الصعود ليهم. عكس كل ده لعيبة نادي الزمالك عملت مباراة من أسوأ المباريات ليهم خلال هذا الموسم عشان يخسروا من الترجي في القاهرة ويصعبوا مشوارهم في الصعود لدور التمني. تعالوا بينا نشوف الأهلي والزمالك. اهلا بيكم، معاكم محمود سالم من قناتكم مربع اكس. هنتكلم اليوم عن الاهلي والزمالك في الماتشين بتوعهم، بس قبل ما نتكلم عن الاهلي والزمالك دوس اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة احنا بننزلها. بداية كده الاهلي عمل ماتش حلو قدام فيتا كلوب وقدر ان هو يفوز 3-0، وكانت مباراة فنية وتكتيكية على اعلى مستوى. عارف في حاجات كده بتعجبني في لعيبة نادي الاهلي، بيجوا في الماتشات اللي بيحتاجوا فيها الفوز وبيفوزوا، سواء كانت الماتشات ديت في ارضهم او بره ارضهم. ودي بقى سمة الفرق الكبيرة وسمة الفرق اللي عندها شخصية كبيرة. الفرق ديت اما بتيجي تتأزم عليها المجموعة او تتصعب عليها المجموعة بتعرف تعدي، لان الفرق ديت بتكون صاحبة شخصية كبيرة. الماتش ده كل حاجة كانت فيه حلوة من لعيبة نادي الاهلي، من اداء وروح ولعيبة عندها دم، وحط تحت كلمة عندها دم دي خطين. موسيماني بدأ تشكيل الأهلي. محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف باك شمال، ياسر إبراهيم، بدر بنون، محمد هاني باك يمين، السولية وديانج في نص الملعب، أفشة، محمد شريف، أجاييه، مروان محسن. والأهلي بدأ اللقاء بالضغط من البداية وضيع جونين، واحدة لمحمد شريف وواحدة لأفشة، وقدر محمد شريف ان هو يحرز الهدف الاول للاهلي في الدقيقه 7 من عمر الشوط الاول. ومش بس كده، الاهلي فضل ضاغط في المباراه على دفاع نادي فيتا كلوب عشان يغلط الدفاع، وقدر ان هو يغلط الدفاع في كوره لمروان محسن انفراد ومروان محسن ضيعها. وفي ظل الضغط ده أفشة بمهاره فرديه قدر ان هو يجيب جون حلو قوي عشان الشوط يطلع 2-0. بدأ الشوط الثاني لموسيماني بتراجع لاعبيه للخلف عشان متوقع ان فيتا كلوب هيضغط على الاهلي في الشوط الثاني والاهلي هيلعب المرتد عليه، وده اللي اتحقق لموسيماني، وبهجمه مرتده قدر الاهلي ان هو يحرز الهدف الثالث وينهي بيه اللقاء. علشان تبقى مجموعه الاهلي في المركز الاول سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط، الاهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ السوداني في المركز الاخير برصيد نقطه واحده. تعالوا هنا بقى نروح للزمالك. بدايه كده وقبل الكلام في اي حاجه، هي لعيبه نادي الزمالك مش مستوعبه ان هي بتلعب في نادي كبير لجماهير بالملايين؟ ماتش الزمالك مع الترجي ولا في فنيات ولا اداء ولا روح ولا فرقه تبان اللي هي عندها شخصيه. الترجي نزل الماتش خايف من الزمالك في البدايه، وعشان كده هو بدا الماتش بتراجع للخلف عشان متوقع ان الزمالك هيضغط عليه من البدايه، وده اللي ما حصلش. لعيبه الزمالك كانت بتطلع الكوره من ورا لقدام ببطء شديد، الكوره ما كانتش بتطلع بسرعه من ورا لقدام، الكوره كانت بتروح من طارق حامد لمحمود علاء ومحمود علاء لمحمود الونش، والكوره دايره بينهم ما كانتش بتطلع بسرعه. عشان كده الترجي لقى ان الزمالك مش عايز ان هو يكسب، فعشان كده الترجي سيطر على مجريات اللقاء. الشوط الاول ينتهي بسيطره وتفوق من لاعبي نادي الترجي على الزمالك، عشان حمدي الهوني يجي له انفراد في الشوط الاول يضيعه على مرمى جنش عشان يجيبه في مرمى جنش في الشوط الثاني، عشان يخلص الماتش 1-0 الترجي على الزمالك، علشان الترجي يحقق اول فوز ليه في القاهره على الزمالك في تاريخه. علشان تكون مجموعة الزمالك بعد خسارة اليوم الترجي التونسي في المركز الأول برصيد 10 نقاط، مدريد الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، تونجة السنغالي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. وبكده بنسبة 90% الزمالك خرج من دوري أبطال إفريقيا السنة دي، بس في أمل بسيط جدا. بس عارف لعيبة الزمالك مش عايزة الأمل ده،
ونسيبنا بقى من ماتش، لان الماتش لا كان فيه فنيات ولا كان فيه اداء من لعيبه نادي الزمالك، ونيجي عند نقطه مهمه جدا. ايه هي اساسيات النجاح لاي اداره نادي في العالم؟ اول حاجه هي الاستقرار الفني والاداري، ودي حاجه كلنا شايفينها في نادي الزمالك دلوقتي. دايما على مر العصور رؤساء الانديه اللي كانت بتمسك الزمالك ما كانتش بتوفر للنادي الاستقرار الفني والاداري، دايما مشاكلنا محطوطه للاعلام، دايما مشاكلنا معروفه للناس كلها، دايما احنا اللي بنغير مدربين كتير. وعكس النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما الاداره بتاعته ثابته على موقفها، ثابته على المدرب بتاعها، لازم تديله الصلاحيات، لازم تديله اللي هو يكمل الموسم وتحاسبه في الموسم. ودي الحاجه اللي بشوف اختلاف فيها بين اداره النادي الاهلي واداره نادي الزمالك، عشان كده في تفوق للنادي الاهلي على نادي الزمالك بسبب اداره النادي. دفع المستحقات والعقود للاعبين، لعيبه نادي الزمالك ادينا كلنا شايفينها ما بتلعبش عشان خاطر الفلوس، بتعمل اضراب عن اللعب عشان خاطر الفلوس، ما بتنزلش التمرين عشان خاطر الفلوس، من الاخر لعيبه موظفه. فعشان تستقر اداره النادي لازم دفع مستحقات للعيبه. في ثلاث ملاحظات على ثلاث لعيبه من نادي الزمالك. اول لاعب هو اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي من مباراه الرجاء في المغرب وهو ما جاش مع نادي الزمالك، اشرف بن شرقي بيقدم واحده من اسوأ المواسم ليه مع نادي الزمالك، وده اللي مأثر على نادي الزمالك الفتره دي. ثاني واحد هو فرجاني ساسي، فرجاني ساسي الاداره الايام دي بتتفاوض معاه على التجديد. فرجاني ساسي طالب من إدارة النادي إن هي تديله 50 مليون جنيه في الموسمين. مع احترامي لفرجاني ساسي، هل أنت جبت لي بطولة إفريقيا؟ هل أنت جبت لي دوري عام؟ ليه الأرقام اللي أنت طالبها ديت؟ زيك زي طارق حامد. طارق حامد بياخد 15، أنت زيك زيه، مع إن طارق حامد شايلك. تالت لاعب هو أحمد السيد زيزو، أحمد السيد زيزو الزمالك عمله، الزمالك خلاه لاعب كبير، الزمالك وداه المنتخب. الزمالك ما كانش أحمد السيد زيزو معروف أيام ما كان محترف في البرتغال وفي الأندية اللي بره. أحمد السيد زيزو ما جاله عرض من الخليج حب اللي هو يسيب النادي، وأبوه عمل مشكلة وهو عايز يمشي من النادي، والأيام دي بنسمع اللي هو عايز يروح الأهلي. ولو عايز يروح الاهلي يروح، بس الزمالك هو اللي عمل احمد السيد زيزو. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن الاهلي والزمالك في الماتشين اللي اتلعبوا. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة احنا بننزلها، واشوف حضراتكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.